بعد أن كانت المجالات الإعلامية مقتصرة على أدوات قليلة، تطورت التقنيات عبر المكان والزمان لنصل اليوم إلى مفهوم جديد في الساحة، اللي هو الإعلام الإلكتروني وفضاء واسع بدأ بجلب الجمهور نحوه لما يحمل من خصائص تفوقت إمكانياتها الإعلام التقليدي. هي خطوة حديثة فيها الآراء انقسمت بشأنها بين جمهور يرى أنها تواكب التطورات العصرية وانتهى عصر الورق، وآخر يرى أن الإعلام التقليدي ما زال له رونقه الخاص. والحديث بشكل مفصل حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الإعلام في جامعة الكويت الدكتور فواز العجمي. أهلا بك. حياك الله أخوي سلمان. حياك الله، شاكر لكم الاستضافة وإن شاء الله نقدم ما فيه جميل للإخوان المشاهدين والمشاهدات، وانا من انصار الاعلام التقليدي فما راح ما راح ترضى علي. عين الحديث بكم مشوق اليوم سلمان، لان موضوعنا في البدايه دكتور فواز ان احنا دائما في الاونه الاخيره قاعد نسمع عن الاعلام الالكتروني وتاثيره، ومع تطور والثوره الاعلاميه اللي قاعده تصير والالكترونيه. نعم. فلو نفسر بطريقه مبسطه للمشاهدين شنو هو الاعلام الالكتروني؟ الاعلام الالكتروني هو باختصار اي ماده اعلاميه تظهر من خلال الانترنت. يعني المواد اللي قاعد نتلقاها بواسطة الانترنت هي تعتبر إعلام إلكتروني وإعلام يعني رقمي. ما هو تقليدي هو يتبع بلا شك الإذاعة والتلفزيون والصحافة، فهذا يعني العلماء يعني يمكن قاعدين يفكرون يعني تفاسير دقيقة أو تعريفات دقيقة، بس ما هم حاصلين إلا أن هذا الفيصل الوحيد بين الاثنين. طيب، في هناك تشابكات وترابطات بينهم، بس هذا اللي يميز الطرفين عن بعض. دكتور، هل فعلا وصلنا لمرحلة صار فيها التلفزيون؟ نعم. التلفزيون إعلام تقليدي؟ هو التلفزيون من أساس إعلام تقليدي. التلفزيون التقليدية المقصود فيها أن الشيء اللي قبل ما يطلع لنا الإعلام الجديد. ما يعني هذا عدم تطور التلفزيون، بالعكس التلفزيون يوم عن يوم قاعد يتطور. قناة المجلس خير شاهد. فاحنا نتكلم ان التقليدية في عدم تبعيتها للانترنت، هذا يعني مجال التفرقة بين الاثنين. فلما نتكلم ان الصحافة ورقية ومستمرة ورق وكذا، فتبقى تقليدية، المتطور منها هي الصحافة الالكترونية. نفس الشيء الإذاعة، اليوم الإذاعة التقليدية هي اللي قاعدين نسمعها بالراديو، اللي قاعدين نسمعها بالسيارات، الابلكيشن الإذاعات الحين هو التقليدي، هو الإلكتروني اللي قاعد يتطور. فهني الفرق بين الطرفين. طيب، لكن لو نتكلم عن إيجابيات وسلبياتها، احنا عرفنا من البداية ان انت ماخذ الطرف او جانب الإعلام التقليدي. نعم. لو ان يبها ان شنو هي الإيجابيات الإعلام الإلكتروني؟ نعم. وسلبياته، وما هي بوجهة نظرك الإعلام التقليدي من إيجابيات وسلبيات؟ جميل. احنا خلنا نتفق على مبدأ عشان ما نزعل من بعض. الإعلام يعني الإعلام سواء تقليدي أو إعلام إلكتروني، أو البعض يمكن يسميه أدوات إعلامية إلكترونية وليس إعلام، لأن في الأساس هي أدوات تواصل مثل السوشيال ميديا وغيرها. فاليوم الطاولة اللي قدامنا هذه هي أداة نقدر نستخدمها بأشياء زينة، ونقدر نستخدمها بأشياء عنف، وأخذها وقطها على أحد هني عنف، فهني تتحول إلى سلبية. كذلك الحال بالنسبة للإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، يعني له إيجابياته وله سلبياته، تعتمد على المستخدم لهذه الأداة. صحيح. فاليوم أنا إذا استخدمت مثلا السوشيال ميديا أو الإعلام الجديد في مجال الشائعات، في مجال نشر الشائعات ومجال الفضائح وغيرها، أكيد أنه بيكون سلبي بحت، أو أنه مثل ما قاعدين نشوف الحين الحوت الأزرق ومريم، تطبيق مريم وغيرها من التطبيقات اللي قاعد يستخدم بشكل سلبي، فهني يعتبر سلبي، وهني يعتبر استخدامنا له إحنا كأشخاص يعتبر سلبي. طيب دكتور، إيش رأيك ناخذ جانبين؟ جميل. أنت من مؤيدي ومن مناصري الإعلام التقليدي، خلني أنا أكون الطرف الآخر سواء أتفق أو أختلف. جميل. نسولف عن الإيجابيات والسلبيات من ناحية الاستخدام. جميل. يعني مثلا هني راح أوقف معك شوي. إيه. هني راح أكون بصفك. يوم شفتني بفوت. إيه يعني. هني راح أكون بصفك، لأن إحنا لما نتكلم عن الإعلام التقليدي يبقى له مهنيته، يبقى له يعني رونقه، يبقى له اسمه وفاعليته، يبقى له يعني كان في يوم من الأيام يعني معروفة الوجهة ومعروفة من الأشخاص المؤثرين. اليوم مع الإعلام الإلكتروني صار الكل يعني، ورغم أنه شيء زين أن الكل صحفي، لكن
ما صارت هناك المهنيه اللي كانت موجوده في يعني الماده الاعلاميه في السابق في الصحافه الورقيه كانت تطلع من الصحفي للمدسك لرئيس القسم لمدير التحرير لرئيس التحرير ليه ما يشوفونها الناس برا. فهذا اللي خلانا نتكلم عن نظريه حارس البوابه ان الماده تبدا من شيء وتنتقل وتوصل للناس انت شايفها شيء بس قاريها بالجريده شيء ثاني لانها تفلترت. اليوم الصحافه الالكترونيه ما فيها فلتره انت ماسك تلفونك شفت لك شغله صورتها نشرتها للناس انت الموضوع ما في رقابه ما في انتباه ما في تاكيد على مضمون المعلومه ولذلك دائما نشوف ان اسفين طلع الخبر بالخطا او ان استعجلنا شوي بالسبق او ما شابه فالرقابه والمهنيه في ايضا وتقرق عناوين بعض الصحف الالكترونيه ما هو عنوان سالفه ما هي عنوان فهني الفرق لكن مستحيل تشوف هالشيء بالصحافه الورقيه فنتكلم عن مقارنه المهنيه شوي تفوق عليهم الصحافه الورقيه للاعتبارات اللي ذكرناها. دكتور وانت تتكلم انا قاعد استرجع المواد اللي خذيناها في الجامعه وطريقه لا تذكرنا تونا خالصين فهذه اشياء تعطي اساسيات وبيس الواحد يكبر من خلاله لكن بعلم. صحيح. هالايام يعني احنا في ماده من المواد مطروحه في قسم الاعلام وهي اخلاقيات الاعلام. نعم. الاخلاقيات هي اللي تحكم مستخدم سواء كان في تلفزيون تقليدي او اعلام صحيح. تقليدي او اعلام الكتروني. طيب الاخلاقيات في هذه الايام ما بين تقليدي والكتروني. هي تعتمد على الشخص المستخدم. يعني تعتمد على الشخص نفسه، يمكن اليوم احنا نعرف مجموعه اشخاص ونعم فيهم وكذا، لكن بعض الاشخاص تحس انه هذا اصلا لما اقول لك والله فلان هو اللي قاعد يكتب اشياء، تقول انا اعرف فلان واخلاقه سواء ايجابيه او سلبيه، ونفس الشيء الشخص الثاني تقول انا عارف فلان واخلاقه، فاول شيء في الصحافه الالكترونيه الاعتماد الكلي على اخلاقيات المستخدم نفسه، الصحفي المواطن. عشان كذي انا مساعد قاعد اقول لك انت اخر جانب وانا جانب. اي نعم. هذا شيء يودينا حق موضوع اخر، الحين لما نقول اخلاقيات الاعلام إذا 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 في الإعلام التقليدي نعم. قبل كان الخبر أنت شفتي مر على كذا مرحلة والحين وصلنا لمرحلة المباشرة خلاص صحيح. يعني الخبر سواء كان صحيح أو غير صحيح هو نشر صحيح. الناس تابعته ونشرته أيضا صحيح. فهني تقع المسؤولية على منه قبل في السابق على المؤسسة على المؤسسة نفسها على المؤسسة الصحفية لأن بالنهاية أكثر من شخص مسؤول فهم يعتمدون على الأخلاقيات أو المواثيق اللي تقرها نفس المؤسسة اليوم لأخلاقيات الشخص نفسه أخلاقيات الإعلامي نفسه اللي المجال الالكتروني لانه هو بالنهايه اللي له الامر وله يعني القدره وعنده الامكانيه، موجوده قوانين ويشكرون عليها وزاره الاعلام انهم يعني ظهروا لنا بقوانين سواء الجرائم الالكترونيه او الاعلام الالكتروني الجديد اللي انا من المؤيدين لها في جانب اذا طبقت تطبيق سليم، يعني لان اول شيء في الجرائم الالكترونيه يحمي الاشخاص، يحمينا من الشائعات، يحمينا من الفضائح، يحمينا من امور كثيره، يحمي المستخدم قبل لا يحمي الشخص المرسل صحيح. المساله. الاعلام الالكتروني ايضا يحمينا، اذا اليوم احنا نتكلم عن والله الصحيفه الفلانيه كتبت خبر شائع. من يقدر يقاضيها؟ او من يقدر يحاكمها؟ احنا ما نبي يتضرر الشخص يعني ضرر كبير لكن على الاقل يكون عنده دلاله معرفه حقيقيه انه اليوم ما راح تكتب شيء وينسى صحيح. لا راح تحاسب عليه وراح يكون هناك يعني دوائر قانونيه تحكم على هالامر. فالاخلاقيات تفرق هنا في الاعلام التقليدي اخلاقيات مؤسسيه. هني نتكلم عن اخلاقيات فرديه لان بالنهايه هو حسابك الشخصي فانت المسؤول عنه. فمتى ما كان الشخص على قدر مسؤوليه وعالي ومتى ما حاسبنا احنا كمستخدمين هذا الشخص. اليوم انا ممكن اقول الشخص الفلاني قاعد ينشر اشاعات، مع ذلك انا قاعد اسوي له ريتويت. صح. فمسؤوليه علي انا كمستخدم ايضا صح. انه لابد ان يكون كمتلقي واعي لهالامور، ما احاول اساعد على نشرها، اليوم كثير من المسجات توصلنا ويمكن جانب مقارب منها انه اذا ارسلت هالمسج لعشر اشخاص راح تسمع خبر زين. وروح انشره وروح يعني ابلغ فيه الناس. وفي ناس تنشر. اي في ناس تنشر، في ناس تحرص عليه وتاكد وكذا، ف اليوم المسؤولية علي، بس احنا ما نحب تكون المسؤولية علينا، احنا دائما نقول تويتر هو المسؤول او سناب شات هو المسؤول او انستغرام هو المسؤول، لا لا المسؤولية اليوم على المستخدم نفسه، على الاشخاص، متى ما كان عندنا وعي، واحنا الحمد لله بالكويت يعني نسبة الأمية منخفضة جدا جدا، يعني على من أوائل الدول في هالمجال، ف
المفروض ان شعب واعي قادرين ان نؤد اي اشاعه او استخدام سلبي لها. نعم دكتور، ذكرت في اجابتك المؤسسات الاعلاميه، قاعدين نشوف الحين بعض المؤسسات الاعلاميه اللي بلشت مع الاعلام التقليدي بلشت تشق طريقها في الاعلام الالكتروني. صحيح. شنو السبب؟ هل هم قاعدين يواكبون التطور؟ مواكبه للتطور، حرص على البقاء. يعني اليوم انا اذا ما كنت موجود الكترونيا الناس راح تنساني، بس ان كياني البعض يقول ليش تبقى كصحيفه اصلا ورقيه، تعال حول الالكتروني. في ناس قاعد يقول لك انه والله حتى نيويورك تايم سكروا، ما ادري منو سكر. احنا ندور الاخر شو يسوي ونحاول ان نكون مثلا، مو بالضروره هالشيء لان في اعتبارات ثانيه، كلنا درسنا اعلام وكلنا نعرف النظريات، خصوصا نظريه تحديد الاجنده. ان اليوم انا لما يكون عندي صحيفه ورقيه يكون لي كياني، يكون لي احترامي حتى عند الدوله وعند الشعب، لكن لما نكون بس صحيفه الكترونيه يمكن شوي منافسين كثار. نعم. لكن هني انا منافسيني 15 واحد. فاقدر اني انافس، اقدر اني اضغط في هالجانب. ويكون لي اجندتي على المستوى الدوله، ويكون المهنيه عندي يعني شوي معتبره. صح. كوني كصحيفه، وان كان هناك صحف صفراء وان كان هناك صحف رخيصه مع احترام الصحف الكويتيه، لكن يبقى هالأمر أن عندي أنا كياني، الدولة تسمعني، التجارة تسمعني، يعني لي صوتي. صحيح. في المجال الورقي. دكتور احنا قاعد نتكلم بشكل عام. إيه نعم. زين، لكن راح ندخل في التفاصيل ونتعمق لكن بعد هذا الفاصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا مع ضيفنا الكريم الدكتور فواز العجمي، أستاذ الإعلام في جامعة الكويت. يمكن دكتور تكلمنا قبل لا نطلع هوا أن في تخوف، وبعض الصحف يمكن بين هل خلاص ما نبلش نصدر الجرائد في طريقة التقليدية ونتجه إلى الإعلام الإلكتروني بحكم احتكاكك مع الطلبة في الجامعة، هل تشوف في تخوف من الطلبة أن يتجهون إلى تخصص الصحافة؟ هو هذا هوس قاعد يصير عندنا احنا بجامعة الكويت، وهدك كبير لنا يعني مسبب لنا صداع احنا خصوصا الدكاترة المتخصصين في شعبة الصحافة، ان طلبة وين مستقبلي، وين راح اروح، وش الوضع اللي بيكون عليه. اليوم انا قاعد اشوفه ومن خلال الواقع اللي قاعدين نشوفه، المتميز في الصحافة راح يكون متميز في كل شيء. صحيح. انه يكون عنده الأداة الكتابة، بس يكون واحد قادر يصيغ المادة الإعلامية وقادر انه يتقن كتابته ويتقن المهارات الصحفيه، راح انه يقدر يكون في اي عمل. ومن خلال عملي في الاستشارات في اكثر من مؤسسه في الدوله، لاحظت ان القادرين على كتابه الماده الصحفيه قليل جدا. صحيح. مقارنه باللي متقن مثلا التسويق، اللي متقن العلاقات العامه، اللي متقن الاخراج التلفزيوني، بس الصحفي الحقيقي قليل جدا. فأنا لمن أفكر بهالطريقة، وهذا اللي دائما أحاول أني أقنع طلبتي فيه، أن أفكر بهالطريقة أنه راح تكون عملة نادرة بالوجود. وبعدين أيضا خلال موادنا اللي قاعدين نعطيها نعطي مادة الصحافة الإلكترونية، فقاعد أقولهم كل واحد منكم بس يخلص المادة يكون له صحيفته الخاصة فيه، أنه في يوم من الأيام راح يكون لها اسمها هالصحيفة. صح. قادر أنه يكتب الخبر، وقادر أنه يصور، وقادر أنه اليوم إحنا ما نعتمد فقط على الصورة والكتابة، إحنا نعتمد على الفيديو أيضا. فعندنا الفيديوهات اللي الشورت ستوريز اللي هل يتم تدريسهم دكتور في 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 الجامعة على نعم. طريقة حتى المونتاج؟ نعم، عندنا مواد تصميم متعدد وسائط، عندنا مواد صحافة إلكترونية، قاعدين نحاول أن ندرس نواكب كل شيء متطور. وعندنا دكاترة لله الحمد يعني عند في مستوى عالي من الجودة في ناحية التدريبية أيضا. فمخرجات اللي لاحظتها حتى أنا استغربت من يعني مستوى التميز اللي موجود عندهم، ولاقى استحسان حتى الكلية والجهات الخارجية الحين قاعدة تستعين في الطلبة. كل بين فترة وفترة يدقون علي أن ناس متميزين بالصحافة، ناس متميزين بالفيديو. فهاجس الصحافة الإلكترونية أو الورقية أو انتهائها مفروض أنه ما يكون مصدر خوف، لأن هناك صحافة ورقية إلكترونية. يكتب قلم يكتب بتليفون. بالضبط. واليوم لما تشوف التويتات حتى كتاب، قاعد أقولهم حتى تويتاتك راح تكون أحسن، لأنك قادر تكتب عدل. صح. قادر تكون جملة، قادر تعرف شنو الأهم في الخبر وتطلع للناس من خلال هذا الشيء. بالضبط. فأنا يعني بلشنا الكورس الماضي أن نبلش شعبة صحافة، يعني نردها مرة ثانية، هي موجودة. أي. من بداية القسم يمكن سلمان لحق على الشعبة، مع أن أنا وياك كنا شوي مع الإذاعة والتلفزيون أكثر. ف
بدينا نحيها شوي. يعني احنا عندنا الحين لا اقل عن 15 طالب في شعبة الصحافة، وهذا يعني رقم اعتباري زين ان المستقبل تكون مواد موجودة. فانا دائما يقولوا لي زين ليش الشعبة مسكرة عندنا بجامعة الكويت، اقول لهم لان ما في اقبال من الطلبة، ومجرد اقبال الطلبه راح يفتح الشعب، راح يكون موجودين الدكاتره. ففي امكانيه لتقديم الماده هذه؟ جدا. كل الشعبه يعني، وقاعد اقول لهم انه راح يعني كلهم اليه معينه ان حتى طريقه تخرجهم تكون يعني اسهل وابسط من ما هم متصورين. طيب فالمواد موجوده، الدكاتره لله الحمد يعني من خير الدكاتره اللي موجودين على في الكويت في مجال الصحافه، ما نبي نقول اسماء لكن يعني على مستوى عالي من المهنيه والاكاديميه في هذا المجال. انا والله ودي اقول اسماء، احبهم كلهم دكاتره قسم الاعلام. طيب بالنسبه حق يعني الاعلام الالكتروني، هل اصبح الاكثر تاثيرا في مختلف المجالات بالفتره الحاليه؟ حسب المستخدمين للإعلام الإلكتروني. يمكن اليوم شخص مستخدم بس يعني له قياسا بشكل عام، قياسا بدأوا يلتفتوا له، بدأ يعني يكون حذر منه، بدأ يمكن انتباه لما يدار فيه أكثر. يمكن شفنا في أكثر من دولة بما فيها الكويت في بعض الأمور أن شيء يثار من خلال الجمهور في السوشيال ميديا أو في شبكات التواصل الاجتماعي، نلاحظ أن المسؤول المعني في هذا الأمر يتم يعني اتخاذ اجراء في حقه. تمت اقاله وزراء، تمت اقاله يعني وكلاء، تمت اقاله مسؤولين او تنحيه مسؤولين اخرين في هذا الجانب. يمكن اذا نتكلم على المستوى السياسي ايضا كان له تاثير، المستوى الاقتصادي كان له تاثير، فله تاثير الاعلام الالكتروني ما نخفي تاثيره، لكن نحتاج احنا هم نكون مستوى عالي من الوعي في مدى تاثيره ومدى تاثرنا فيه. اليوم انا كمسؤول ما هو كل شيء يدار في السوشيال ميديا أو في شبكات التواصل الاجتماعي أنه يأثر فيني مباشرة. لازم أني أعرف الصورة كاملة عشان أتواكب مع الناس. ويمكن جزئية خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي تختلف عن الصحافة أو الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي يأخذ الموضوع يومين ثلاثة أربعة أنه يتداولونه، ننزل خبر ولا ما ننزل خبر، نعم، وأنه ينتشر، نكمل تغطيتنا على الموضوع. اليوم نغطيه بجانب، بكرة نغطيه بجانب. الصحافة الإلكترونية بنفس اليوم ينتهي الموضوع. يعني الهاشتاج اللي كان ترند أمس اليوم ما له بالوجود، ولو تسولف عنه يقولون ترى خلصنا الموضوع. صح. فسريع. وهذا يجرنا الجانب الثاني، السوق الصحفي فيه. يعني السوق الصحفي أخذ من التلفزيون وأخذ من الصحافة حيز كبير، يعني خذ منهم الأضواء كلها، صارت بشبكات التواصل الاجتماعي. دائما أسأل ليش، أنا ليش دائما السوق الصحفي هني أسرع لأن في السابق كنت أنا مثلا كمؤسسة، أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، كنت أحرص أن أتواصل مع الصحفي ويكون علاقتي زينة مع الصحفي، أعطيه سبق صحفي يتميز فيه هو وتطلع أخباري أنا. اليوم أنا صار عندي شبكات، يعني حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي، وصرت أنا المميز وأحرص أن الناس كلها ترجع لحساباتي. فشلون اقدر اني يعني اخلي الناس تتواصل مع حساباتي وتشوفها الا اني اقدم لهم المعلومات الجديده واللي هي السبق الصحفي. فصار انه ما احتاج الصحفي اني اعطيه المعلومات، انا خل الفولورز عندي يزيدون، سواء على مستوى مؤسسات او على مستوى افراد. تهوني اياك كلمه على مستوى مؤسسات وافراد، في بعض الصفحات تعتبر صفحات تجاريه، يعني هي الملك لاشخاص بالضبط، ولكنها تجاريه بالضبط، بحيث ان الشخص نفسه ممكن يكون عنده حساب شخصي ينزل من خلاله الخبر. صحيح. ويدفع لهذه المؤسسة اللي هي عن طريق شخص، تعتبر خدمة إخبارية. صحيح. للتسويق لهذا الخبر بالضبط. هل هذا يعتبر أخلاقي؟ حسب طبيعة الموضوع. المرات إذا كانت الموضوع والله دعاية أن أنشر للناس، مثلا أنا مسوي مسابقة وبالناس كلها تنتبه لها وبالناس كلها تشارك، خبر حسب الخبر. اليوم أنا مثلا أبي الخبر أن أبين مدى التميز اللي أنا قاعد يعني أسويه في مؤسستي، أبي ينتشر أكثر وأكثر، فأتعامل مع يعني حسابات إخبارية. بالنهاية هي خدمة بيع وشراء، فما عندي مشكلة أعطيك هالحيز من حسابي مقابل مادي معين. وهي العملية مفتوحة، يعني متى نحس أن فيها يعني عدم أخلاقية وما شابه، إذا كان فيها غموض أو عدم كان فيها استفادة أكبر من مجرد أن أعطيك خبري وتنشره لي أو ضرر لي شخص بلا شك شخص. إذا كان فكنا نتكلم أولا عن أن إذا طبيعي الخبر سليم،
لكن في حال أنه كان الخبر غير سليم وكان في ضرر لجهة معينة وكان مدفوع لشخص أنه انشر هالخبر عشان بس يتضرر، فهني غير أخلاقي بلا شك. فهي تعتمد على أنا لما ننزل الخبر في داخلي هل أنا مرتاح أو أحس أني مسوي شيء طبيعي أو غير طبيعي، متى ما حسيت أنه غير طبيعي إذن غير أخلاقي. دكتور برجع إلى السبق الصحفي اللي ذكرته، يمكن في السابق يعني المكان الوحيد اللي ناخذ منه الخبر هو الإعلام التقليدي سواء كان جريدة أو تلفزيون، لكن الحين مع الإعلام الإلكتروني الكل صار يعني يتسابق متى أنا أبي يكون عندي السبق الصحفي دون التأكيد إذا كان والله الخبر صحيح أو خاطئ أو إشاعة نسبة، ودائما يقع يكون الاتهام على الإعلام الإلكتروني إنه تدني مستوى المصداقية في الخبر عكس الإعلام التقليدي. فهل هذا صحيح أن هذا هو السبب؟ سلمان طبعا جرني الموضوع قبل شوي فخلاني أنسى هالجزئية، شكرا ذكرتيني. مشاغبات سلمان ما تخلص. المصداقية في الخبر يعني طبيعة الأخبار اللي قاعدين ننشرها قلنا تعتمد على الأشخاص اللي قاعدين ينشرون الموضوع. في السابق كان السبق الصحفي إن قلنا للصحف، صار الحين يعني للجهات اللي موجودة الإعلام الإلكتروني. الصحف صارت تنافس في جزئية ثانية، صارت تنافس في إن هل الخبر صحيح أو غير صحيح، أو هل الخبر في جزئيات ما هي موجودة أو جزئيات مغيبة عن القارئ أو غير مغيبة. مثلا والله أنا كتبت خبر عن جريمة معينة ونشرته على طول، دور الصحافة هني تأكد من عندي أنا علاقات مع الداخلية، عندي علاقات مع الدفاع، عندي علاقات مع أكثر من جهة، فهني دوري المتابعة الخبر. يعني السوق وصل هناك الناس في شيء، بس أنا هني دوري كصحيفة أتأكد منهم، أخذ معلومات زيادة حيث أن هني تميزي، ما راح أتميز بالسبق لأنه راح يروح علي بالإعلام الإلكتروني، قلنا أسباب اللي ذكرناها. فمصداقيتي أنا كصحيفة أيضا في صحف على مستوى العالم ما عندها مصداقية، إحنا لا نقول أن مجرد أن إعلام تقليدي أنه صار عنده مصداقية عالية، لا، أيضا في أجندة معينة أولويات معينة عندها الصحف هي قاعدة تخرب عليها الأولويات أو مصداقيتها. فمسألة المصداقية تعتمد على الصحفي. اليوم في السابق كان أنا كصحفي ودي أني بعض المواضيع ما أتكلم عنها، لأن بس أضطر لأني أنا بتبع هالجريدة أو تبع هالمؤسسة الإعلامية أني أتكلم عن هالموضوع. فاليوم أنا حسابي الخاص أقدر أني أقول لا، ما يتوافق مع مبادئي أو أخلاقياتي أو أجندتي أنا الخاصة فيني. فهني يختلف الموضوع. سلمان يمكن يعني بضرب مثال على كلام الدكتور فواز، دائما إذا وصلنا أي خبر أو إشاعة عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي تلقى دائما اللي في البيت أو الأصدقاء يقول لك إنزين انطر فر بالتلفزيون، شوف في أحد في قناة يابتة مثل قناة أخبارية. فلا يزال هذا في يعني عندنا هذا الشعور إن الخبر ومدى مصداقيته في خصوصا القنوات الرسمية بالضبط قنوات الدولة، فهذه تعتبر نقطة لهم جدا القنوات الرسمية، لأن بعض القنوات الخاصة لا ما يكون فيها هالأمر. بالعكس هي تسابق الإعلام الإلكتروني في مسألة عدم مصداقية في بعض الجزئيات، لكن الإعلام الرسمي للدولة خصوصا مثلا أوامر أميرية، خطاب صاحب السمو مثلا، الأمور اللي خاصة بالدولة قرار وزاري وما شابه، أكيد لما يطلع يعني القناة الرسمية يكون له يعني مصداقيته الخاصة في هالجانب، وأيضا بعض القنوات اللي الكل عارفها في مدى مصداقيتها العالية. قانون المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية، والحين بعد هذا الفاصل. حياكم الله مرة ثانية، ونرجع مع دكتور فواز العجمي، دكتور في قسم الإعلام طبعا وزميل في الدراسة أيضا. دكتور قبل الفاصل قلت لك أن احنا عندنا قانونين، اللي هم طبعا الإعلام الإلكتروني المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية، هل يعتبرون بالنسبة للمستخدم رادع؟ يعني هل فعلا من بعد وجودهم خفت نسبة الجرائم؟ خل عشان يكون المشاهد على بينة الفرق بين، دائما نسأل شنو الفرق بين هذا وهذا. قانون الإعلام الإلكتروني هو جاء لتحسين مستوى أو تحسين أداء الصحافة الإلكترونية أو الخدمات الإخبارية اللي موجودة، إن تنظيمها في هذا الجانب، لذلك اسمه قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني. فهو جاء لتنظيم هذا الأمر، إنه بحيث إنه اليوم ما تقول أنا خدمة إخبارية، لأن أنت فعلا خدمة إخبارية معتبرة، تعرف شنو معروف من الشخص اللي وراه أصلا. اليوم نقول والله نزل الخبر من خلال هالخدمة الإخبارية، زي من وراها، من هو الشخص المسؤول عنها، شلون وصل له ما ندري. لا، اليوم
أعطوهم مهلة أتوقع تنتهي بعد كم شهر، أنه خلاص اليوم كل خدمات إخبارية الموجودة بالكويت معروف مصدرها وفي إمكانية مساءلتهم في حال وصل الأمر. فهذا القانون الإعلام الإلكتروني حماية لي أنا كمستخدم في أن أي خبر راح يوصلني مستقبلا من خلال خدمات إخبارية بالكويت أدري أنه على الأقل في مصداقية وما في إشاعة، لأنه أدري أني حقي محفوظ فيه، بحيث أنه لو حصل أي شيء أو حصل أي خطأ أو إشاعة أو ضرر على الدولة أقدر أقاضي هالجهة. تقاضي عن طريق الإعلام الإلكتروني؟ لا، مو الجرائم الإلكترونية. لا، الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالفضائح وما يتعلق له اليوزرات العادية. هناك الخدمات الإخبارية، اليوزرات العادية، اليوزر والله اليوم واحد دش عليه بالكومنتات وتكلم على الشخص، هذا شلون أقدر أعلق عليه؟ وهذا يمكن يحتاج حلقات على سالفة الكومنتات والتعليقات على في الانستغرام وتويتر وغيره. فهذا شلون أقدر أني يعني أوقف عند حد أو ألغي هالظاهرة الموجودة من خلال الجرائم الإلكترونية. اليوم بعض الأشخاص كانوا في السابق يتساهل في نشر صور الضحايا، نشر صور أطفال، نشر ما كان في رادع له، وكان للأمانة إذا كان في مواضيع حساسة الحل الوحيد هو أمن الدولة، وكنا نسمع دائما في السابق أن فلان المغرد فلاني إلى أمن الدولة أو إلى الجهاز الفلاني من وزارة الداخلية. هذا ليش كان يحصل؟ لأنه ما كان في قانون، ما كان في قانون الدولة تستند له في محاسبة هذا الشخص. الحين اليوم قانون الجرائم الإلكترونية حماية له أصلا، أنه لا، في محكمة تحكم لي، في قوانين أنا أدري شنو اللي مفروض أني ما تجاوزه وشنو مفروض أني أطبقه وشنو اللي راح أتحاكم عليه. فهذا القانون الجرائم الإلكترونية حق الأشخاص العاديين، حماية لهم ورادع للأشخاص اللي داش أنه بكتب أي شيء وما راح أحد يحاسبني. صحيح. لا، في قوانين راح تحاسب وفي يعني جهات، لذلك أتمنى أن يتم تطبيق هذه القوانين وتكون ظاهرة للعلن آلية تطبيقها. أن اليوم أنا مثلا كتبت شغلة وبحسن نية، مرة تحسن نية تودينا يعني مشاكل كثيرة. فليش والله أقول ما كنت أدري أن قانون الجرائم الإلكتروني يمنع هذا الأمر، أو تفهم غلط، أو تفهم غلط من هالناحية. فتعطي الفرصة للأشخاص أن توعية أكثر وأكثر بهذه القوانين حتى يعني تنعكس، لأن بالنهاية الهدف من هذا كله أن نكون في بيئة إعلام إلكتروني جميلة في الكويت ومهذبة. نعم. دكتور، أكيد راح نواصل حديثنا بما توقع من موضوع الإعلام الإلكتروني، لكن راح نطلع هالفاصل الصغير ونرجع نواصل. عودة لكم من جديد مع الدكتور فواز العجمي. يمكن دكتور، احنا لازم نجيب طاري طلبة جامعة الكويت خصوصا في قسم الإعلام. نعم. مع هذا التطور اللي قاعد يصير أكيد يونكم طلبة وهو يقول لك مثلا زين دكتور الحين مثلا في العالم قاعد يصير كذي، نزل هالموقع الجديد، وسائل التكنولوجيا وسائل الإعلام يمكن هم من زمن مختلف عن زمن الأجيال السابقة، شلون تقدرون توافقون بين اختلافات هذه الأجيال والتطور اللي هم فيه ويبي يضيفون على الإعلام؟ احنا مرات يوهقونا حتى في بعض الشغلات انه يكونوا متطورين يعني بمستوى عالي، وللامانه يعني احنا عندنا لله الحمد شباب متفتح وجدا يعني حريص على تطوير نفسه ومواكبه كل الامور، يعني في السوشيال ميديا متميزين وعارفين خباياها، في الصحافه عارفين خباياها، لذلك احنا دائما نحاول ان نتواكب مع هذا الامر. اول شيء نطور انفسنا اول باول، بحيث انه حتى لما يكون في تساؤل، حتى لما يكون في جزئيه ما هو فاهمها في هالجانب احنا نكون معه. الجانب الثاني احنا قاعد مرات شو نسوي؟ نقول لهم تطبيق عملي لجزئيه معينه او موضوع فلاني. تخيل انك انت صحفي اليوم، طلع لي هالماده الصحفيه باسلوبك، يعني ما احد في جانب معين اقول له بس اكتب لي خبر، لا. بعض الطلبة يقول أنا عندي محدودية في الخبر، إحنا نطوره بالخبر ونقول له، بس يقول لي والله أنا ترى دكتور مميز في الجانب، الجانب الثاني مثلا تصوير أو عمل مونتاج أو شيء، أقول أوكي استخدم هذه الميزة في أنك تطلع الخبر بالآلية اللي إحنا عارفينها، بأن مثلا الأسئلة الخمسة تكون موجودة، أن العنوان يكون واضح 5W questions، أن المواضيع تكون واضحة، المصادر تكون واضحة، بس وصلها لي بهالفيديو اللي انت قادر تسويه، انا هني اعتبرك يعني سويت الواجب وزياده. فاحنا قاعدين نحاول نواكب معاهم، ما نبي نحدهم في جزئيات تقليديه بحته، ولا نبي نخليهم يروحون وما عندهم الاساس الاساسي. فاحنا دورنا هني ان على الاقل نضمن ان الاساس موجود، اليه التنفيذ نعطي مساحه اكبر في تنفيذها.
طيب دكتور، استخدامكم لأدوات يعني تطبيقية اللي هو الكاميرات، الاستديوهات، عندكم أكيد استديو في القسم وفي كاميرات. احنا في التدريس قاعد نطبقها أكثر، وبعد في التدريس سواء يعني حتى تدريبهم على طريقة استخدام كل أداة في يعني في كل تخصص، يعني صحيح. التلفزيون أدوات التلفزيون، والصحافة أدوات الصحافة وغيرها. طيب فرق استخدام الأدوات وفرق حتى شكل الأدوات ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني بالنسبة للطلبة، حتى فرق العامل الاقتصادي. صحيح. شنو قاعد تشوف الحين بين الطلبة؟ أنا قاعد أشوف إنه أفضل حالياً. في السابق يمكن لحقنا على وقت دراستنا، ما راح نقول السنة، بس اللي ناخذ الكاميرات إذا تذكر وترايبوت كامل معاك، وأنت يعني طالب توك يعني يلا جسمك يشيل هالامور وتروح تسجل وتصور، تحتاج هالكاميرا الكبيره وتطلع منها الشريط، ومرات الشريط هذا خربان اصلا. اليوم لا، صار بكاميرا صغيره يقدر الطالب انه يسوي كل هالامور. في السابق كنت تحتاج ورقه وقلم ومسجله ومعك كاميرا عشان تكون صحفي وتروح تمارس الصحافه وتسجل مع الشخص، ومرات الاوراق تضيع وما شابه. اليوم بالايفون مالك او السامسونج عشان ما يكون في منافسه بينهم، انه صار الطالب انه يقدر يسجل بنفس الوقت ويقدر انه يصور بنفس التلفون ويقدر يسوي كل شيء بهالجهاز الصغير. فالامكانيات اسهل في الوقت الحالي، اسهل من السابق. لذلك احنا قاعدين نقولهم حاولوا انكم خلال كل شيء حوالينكم انكم تستخدمونه وتتميزون فيه. اسهل وفي متناول يد واسعار بالضبط، ما هي عاليه بالضبط. والجامعه للامانه فيها هناك إعانة كافية إن شاء الله للطلبة في لتسيير أمورهم الدراسية، يعني إعانتهم حتى أفضل من وقتنا كان بعد. أي نعم. فمن هالناحية النواحي الاقتصادية الطالب إن شاء الله قادر، وإحنا دائما نحط في عين الاعتبار إنه ما نكلف الطالب أكثر من ما يعني في مستطاعه. يعني الأمور اللي ندري إن الطالب راح يتكلف فيها راح يعني نحاول إن نخليه يتجنبها، بحيث إنه أنا دائما أقول حتى لطلبتي في المحاضرات، الأساس إنكم تكونوا عارفين الأمر أو عارفين شلون تقدرون تطبقونه. ما راح أحاسبكم على كلمة قالت كلمة ما قالت، لا، بس عارف أنك مثلا تكون معد، عارف أنك تكون مخرج، عارف أنك تكون صحفي وتكتب أخبارك وتكتب أسئلتك. هني هذا يعني يعتبر هذا متطلب المادة من نعم. مواد الإعلام. يعني دكتور ماد، يعني بالنهاية مهنة الصحافة مهنة شريفة، وبنفس الوقت لها أخلاقياتها. أخلاقيات المهنة لا يعني مهما لو اختلفت الطرق توصيلك للمعلومة، سواء كان يعني إعلام إلكتروني أو تقليدي، في بعض الأسس اللي لازم يتحلى فيها. في الختام كدكتور في هذا القسم، هل تحرص لزرع بعض الأمور في طلبتك؟ يعني بالنهاية هذول طلبة اليوم، لكن في الغد هم يمكن يملكون هذه الوسائل لتوصيل المعلومة لشريحة كبيرة. أنا يمكن عملت في الصحافة لمدة 10 سنوات قبل لا أصير دكتور في الجامعة، ومارست الصحافة ومرت علي قصص ومرت علي أحداث معاي شخصيا من جوانب أخلاقية وما شابه. فدائما حتى طلبتي لما نسولف معاهم وكذا أقولهم ترى صار الموقف الفلاني اللي هو كذا وكذا. تعطي أمثلة؟ أعطي أمثلة من شغلات أنا واكبتها شخصيا، وأن ترى العبرة من هذا الموقف أن تستفيدون منه بهالجانب. فإحنا دائما نحرص على الطلبة، مصداقيتك، أخلاقياتك، دائما في جوانب أخلاقية وفي جوانب مهنية طبعًا. يعني في جانب مهني وأخلاقي إنه حط نفسك مكان القارئ. اليوم أنا أقول بكتب هالخبر وبنشره، زين، في جانب الأول الأخلاقي، هل ترضى أن أهلك يشوفون هالخبر أو الأحبابك يشوفون هالخبر أو لا، أو يقرونه أو لا؟ هني راح يكون رادع ذاتي، رقابة ذاتية. في الجانب المهني، هل لما تقرأ الخبر كقارئ راح تفهمه ولا ما راح تفهمه؟ إذا ما راح تفهمها، إذا حط نفسك مكان القارئ وعدل خبرك. صحيح. في الجزئيات اللي اليوم أنا تقولي لي مثلا والله ترى صار الأمر الفلاني، زين، أنا كقارئ أنطر وين صار أو متى صار أو تفاصيله. شنو تفاصيله؟ إذا أنت كطالب في مجال الصحافة وحريص على الصحافة ما قدرت أنك تجاوب على هالأسئلة، إذا خبرك ناقص، راجع خبرك مرة ثانية. ففي جوانب أخلاقية نحرص على أن ندرسهم إياها، في جوانب مهنية أيضا أن تكون متطورة عندهم. إحنا للأمانة طلبتنا عندهم قابلية وذكائهم ما شاء الله تبارك الله، يعني ذكاء جميل جدا، وقاعدين ينافسون وقادرين هم ينافسون. يعني إحنا أنا واكبت
طلبة الجامعة هني بالكويت وواكبت مبتعثين في الخارج يعني في أمريكا وفي لندن وغيرها يتميزون عن أقرانهم وهذا شيء يعني مبعث فخر لأن احنا دائما يعني في بعض الأشخاص وبعض المناسبات ما نعطي الطالب الثقة أو نقول طلبتنا متميزين صح. لا بالعكس هم متميزين ذكائهم خارق يقدرون يستخدمونه مثل ما يبونه يمكن بعض منهم عنده مزاجية في الاستخدام لكن الغالبية لا قادرين هم يعني يكونون قدر المسؤولية في هذا اللقاء استمتعنا معك دكتور فواز العجمي أستاذ الإعلام في جامعة الكويت لقاء يجمع ما بين الزمالة والممارسة للمهنة شكرا لك على وجودك معنا كل الشكر لكم وشاكر لكم هالاستضافة وشاكر لفريق العمل وإن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد للجميع دائما إن شاء الله. شكرا لك وإحنا بدورنا نقدم هذه الرسالة لكل طلبة قسم الإعلام في جامعة الكويت مهنة أو مسمى الإعلامي مو بعد ما تستلم الشهادة تستلم الشهادة أنت ممارس للإعلام